السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة، وتقدرون تتصلون بنا بأي وقت من الأوقات في برنامج صوتكم على واحد من ذني الأرقام، واللي ما يقدر يتصل بنا لأي سبب إن كان يقدر يدزلنا الرقم الأخير اللي بصفوا إشارة الواتساب، رسالة مكتوبة نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. أتمنى أن تكون رسائلكم متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نعرف منو اللي كتب ومن وين. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم، وأول ملف ويانا هو الملف اللي مدى يرضى يترك برنامج صوتكم بسبب كثرة المقاطع اللي تصورها الناس والسياسيين ولا عبالهم شيء. يبيعون جزء من العراق اي بس يصلحون الحال لا. راح نحكي هسه عن قطاع الصحة بالعراق. تخيلوا مواطن من اهالي محافظة المثنى ينتقد الحال اللي موجود بمستشفى الخضر بسبب عدم وجود مواد طبية أولية، وتخيلوا أنه من ضمن هاي المواد هو الشاش اللي انضمت به الجروح، والمواطن يتبرع به من جيبه الخاص حتى يقدرون الناس والمراجعين يشترون من الصيدلية. وجه رسالة إلى مدير صحة المثنى يطالب بها أن يتم توفير نواقص المستشفيات والاهتمام بها، لأنه كثرت بالآونة الأخيرة الشكاوى بخصوص مشافي محافظة المثنى. خلونا نسمع. أنا أسأل سؤال إلى رئيس الصحة علي مهدي اللي ما ترفع تليفونك. أنت رئيس الصحة ومسؤول عن القطاع الصحي ومسؤول عن كل إنسان هنا موجود ومريض. مستشفى كامل ما بيه وصل الشاش للمريض اللي يجيك حادث، هذا حادث من الساعة بثلاثة الفجر لحد الآن حاطين له وسطك باندج على الجرح ماله، والشاش هذا جبناه من الصيدلية. إذا أنت رئيس الصحة يا علي مهدي ما عندك قدرة تطلع من عندها وجاي تدق عليك تليفون، ارفع تليفونك، أنت خادم للناس. شاش ما عندكم بالمستشفى؟ جبس ما كسور ما عندكم بالمستشفى؟ ما عندكم إبرة بالمستشفى؟ المن قاعد رئيس الصحة أنت قاعد هناك؟ المن ما ترفع تليفونك؟ ناس خدم عندك هاي؟ هذا حادث في الساعة بثلاثة. الأطباء ما قصروا، المضمدين ما قصروا، اللي عليهم يسوونه يشقون بدلاتهم يسوون بها ضماد؟ هذا الشاش يجيبه هسه من الصيدليات؟ وسط الشاش يا وزير الصحة يا رئيس الوزراء، وسط الشاش ما عندك بالمستشفى؟ كشو ما عندك؟ فلوس الصحة وين؟ الميزانيات وين؟ اصحوا على ارواحكم. تشوفون الحال بالعراق لوين وصل؟ شاش انضمت بيد جروح ماكو، ابره ماكو، كانوله ماكو، صوندات ومعدات ماكو، جفوف للممرض او للجراح والطبيب ماكو. تخيلوا احنا قبل شويه او قبل فتره، مو قبل شويه، قبل فتره كنا نطلع فيديوهات هنا، ناس يقول لك اللي عنده عمليه لازم ياخذ احتياجات العمليه من الطبيب ويروح للصيدليه، لان لازم يشتري كانونه من برا، ويشتري السرنجه من برا، ويشتري الدواء من برا، والمخدر من برا، ويشتري كل شيء من برا حتى يجهزوا له غرفه عمليات. ادري مجهزين له بس السديه، على الحكي هذا ياجر له 3-4 اطباء ويروح يسويها بالبيت. شاش ببلد ميزانياتها انفجاريه، ببلد مثل العراق يتربع على بحر من النفط، ببلد باحتياطي نفطي اللي يعتبر الثاني بالعالم، هذا حاله. اذا شفتوا مستشفى الخضر فلا عبالكم المثنى بس هاي المستشفى بيها، لا، هاي المستشفى اللي وراي واللي راح تشوفوها فد شوي اسمها مستشفى الحسين التعليمي. فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر حال المرضى بداخل ردهات المعالجة بالمستشفى والصالات، وهم يعانون من ارتفاع درجات الحرارة بسبب أنهم بالصيف، والمثنى في جنوب العراق اللي تتميز بارتفاع درجات الحرارة بأرقام قياسية. بس المشكلة وين؟ هاي المشكلة هنا بالضبط نفس الحالة اللي صارت بمستشفى الرشاد للأمراض النفسية والعقلية ببغداد، أنه أجهزة التكييف مال المستشفى
انخمطن، فالناس هيجي قاعده بالمستشفى. مريض قاعد ابوي يهفيله، امايا تهفل مريضها. فواحده من مقتنيات المستشفيات عزيزي المراجع، لما تروح تشتري لك مهفه خوص مرتبه على مود تقدر تهفل مريضك، وياك كول ووتر على مود تبرد المي مالتك، قالب ثلج حتى تقدر تشرب مي بارد، وتدير بالك على نفسك لانه مستشفيات العراق ما بها تكييف. إذا عبالكم بس المثنى، واني ذكرت اسم مستشفى قبل شوية اللي هو مستشفى الرشاد، فهنا نروح إلى عاصمة الرشيد بغداد. وعدكم مواطن هنا يوثق لنا بالفيديو من داخل مستشفى اليرموك الحال المزري إلى هاي المستشفى اللي كانت تعتبر من أرقى مستشفيات العراق. يوضح معاناته هو كإنسان لما يروح كمراجع إلى هاي المستشفى وما بيها جراج أو مرآب لوقوف السيارات، إضافة أن المستشفى تخلو من المرافق الصحية. خلونا نشوف. تعالوا ويانا نشوفكم التطورات اللي صارت بمستشفى اليرموك. ما طلعت لكم داخل الغرف اللي تعبانة، اللي مهجومة هجم، يعني سبالته مكسرة، الحر يقتل. بس قبل ما نطلع هسه، شو راح نروح الحمامة سبب داخل المستشفى؟ تخاف عبالكم اكو عربانة تطلع المريض مالتك. أيس يعني لو شوف لك عربانة هم 25,000 تنطيهم هم ما يخالف، كل شيء ماكو. يعني ما عندكم فلوس ما صاب؟ عمي فلوس صابانة صب لكم اياها على حسابي. صبوه صبوه، خلي الناس تقدر تمشي. قصة الحين بالربع ساعة احنا بس نمشي ما بين نوصل للسيارة، عربانة للمريض ماكو. طلع قلنا خلينا نروح الحمامات، قالوا الحمامات مغلقة. تعال خلينا نصعد فوق نشوف الحمامات. لأن الحمام نظيف. ماكو؟ تعال والله تعال تعال تعال. تعال هنا تعال. تعال. ماكو باب، هذا الباب؟ حلو، يا وزارة الصحة، يا معوض، اللي يجي هنا يراجع مريض يموت. شنو هاي؟ مناسبة، هذا جراج صف صف المستشفى، زين احنا عندنا مريض، ليش السيارة بالمناسبة احنا حاط واحد بس يفتر دائما مدار المستشفى عم بدك نصعد المريض مالتنا. زين هذا جراج لمن؟ ما أعرف والله، خاص؟ ما أعرف، المن الجراج هذا هنا؟ ما أعرف. جراج للاطباء، ايش بيك يا اخوي علي؟ كيفك وياهم؟ نزلت عليهم حاضره. وزير الصحه حبيبي، خليني احكي وياك كلمتين. انت مسؤول عن ملف، هذا الملف هو اهم ملف موجود بالبلد، لانه انت ما دا تتعامل ويا ورقه وقلم، ودا تتعامل ويا مطبوعات تتوزع على الطلاب بالمدارس، لا، انت تتعامل ويا حياه الناس. من تتعامل ويا حياه الناس لازم تداريها بصوره صحيحه وتوفر لها بيئة صحيحة حتى الناس تقدر تعيش. المستشفى ما يطب لها واحد جاي دا يتونس، المستشفى ما يطب لها واحد ضايج ومزاجه تعبان ويريد يروح للمستشفى دا يرفه عن نفسه. العالم كلها تكره المستشفيات بس تطب لها مجبورة. ليش مجبورة؟ لأن أكو مرض، أكو شيء قاهر، أكو شيء كبير يحتاج يطب لهاي المستشفى. وجسد الإنسان معقد وبهواية أمراض تصيبه، فكل بلدان العالم بها مستشفيات، العالم تطب لها، تطب بمرض تطلع خلصانة من هذا المرض. الحالة اللي نشوفها تطب بمرض تطلع بعشرين، هاي حمام مال المستشفى. زي أريد أسأل سؤال للسياسيين، حماماتكم بمجلس النواب نفس الشيء؟ لو بمجلس الوزراء؟ لو ببيوتكم؟ ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك خالد السعدي: وزير الصحة شوف مستشفيات وزارتك وتابع النواقص اللي بيها، لو فساد نخر بيهن، المرضى تعاني من نقص الخدمات والأدوية. حسام الباش: حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، لوين نوصل بعد؟ وميزانية 140 مليار دولار وين ودوها؟ أبو محمد الزيادي:
مخافة الله ما عدهم مدريش مدريش خالي، الله شاهد هذاك اليوم انطوني مغذي وصوندة ما عدهم اشتريت من الصيدلية مقابل المستشفى. ماهر الحجيمي، مع الأسف والله وين المحافظ، وين النواب اللي يمثلون القضاء، وين عضو لجنة الصحة؟ نعم تساؤلات صحيحة، وين المحافظ وين مدير الصحة وين لجنة الصحة وين وزير الصحة وين المدراء العامين اللي كلهم ديباوعون وساكتين؟ زين مريض يروح يحتاج مغذي، يروح يطلع يشتري الصوندة من برا؟ زين إذا طبلكم مريض بغيبوبة وحالته حرجة شو تقولون الأهلة؟ روحوا جيبوا لنا المواد من الصيدلية وتعالوا. هيا مستشفى هاي اللي ما بها مواد أولية، بس احنا شفناها بعد شاش وماكو. أبو أحمد من بريطانيا حياك الله. السلام عليكم، تحياتي لك وإلى قناتكم الوطنية. أستاذنا العزيز، أكو شغلة جدا أساسية. نعم. سياستهم من إجوا لحد الآن واضحة جدا، أي شيء حكومي يردون يبيعوه يردون يتخلصون من عنده. بدأوا بوزارة الصناعة، لغوا الدعم من عندها، وبدأوا ببيع المعامل وإيقافها. وزارة التجارة بطاقة تموينية لا شيء، المصافي لا تنساهن. أحسنت. راح أجيك وعدة وعدة. وجوي إلى وزارة التعليم، المصافي أكيد جوي على وزارة التعليم الحالي، دمروا التعليم، فتحوا جامعات وفتحوا كليات صارت أعدادها ضخمة جدا، تعطي شهادات وهاي الشهادات غير معترف بها، خلي يعلم الشعب العراقي برا. وهسه ختموها بالصحة، يعني المستشفيات كلها على الإطلاق، حتى يفتحون هم مستشفيات حتى يستمرون في بقائهم، لأن يدرون الشعب 100% الآن يرفضهم، لا انتخابات ولا حاجة. أنا بس إذا أريد أفتهم، كل دولة، الدولة العراقية بها ميزانية قروها ذاك اليوم، معقول الميزانية ما بيها نسبة للصحة؟ زين هاي وين تروح؟ عرفتي وين تروح؟ إذا هناك مخطط، دول الناس ما جايين يردون يخدمون، دول الناس جايين يردون يدمرون ويبوقون ويشرعون قوانين للفرهدة، وهسه راح يختموها يبيعون العراق شوية شوية، راح تلقى كل جهة من حدود تنباع ياخذون حصتهم ويروحون، وبعدين تصير خارطة العراق فت خارطة مصغرة جدا بسبب سياستهم. ما عندهم سياسة، مو سياسيين، هم عصابة وجدت سيطرت على البلد. فلذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، هاي اللي واحد يقدر يقوله. شكرا 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 لك أبو أحمد. المشكلة يعني أبو أحمد قال كلام، واحد المعلقين يقول 140 مليار هي ميزانية الدولة، وين راح نذني الفلوس؟ هذا التساؤل أنا أشيله من المعلق، وأيضا من أبو أحمد يقول الموازنة ما بيها حصة إلى وزارة الصحة، وين راحت فلوس وزارة الصحة؟ وأشيل هاي التساؤلات وأخليها وين؟ بحضن محمد الشياع السوداني ووزير الصحة. محمد الشياع السوداني، أحب نسألك ونقول لك ميزانية الدولة وين راحت؟ وش سويتوا بيها؟ أما وزير الصحة فاللي دا نشوفه ليخلينا مو نسأل ونقول لك وين الفلوس وين وديتهن. نطلع من معاناة القطاع الصحي والمستشفيات الحكومية ونروح إلى معاناة المواطنين بالدوائر الحكومية، وتحديداً من عروس الخليج العربي البصرة. مقطع يبين لكم حالة المعاناة اللي يتعرض إلها المواطن البصري لما يراجع دائرة الضريبة، وبالتحديد مراجعة مدير الدائرة. الأعداد هناك بالمئات، نساء، شباب، رجال، شيبة، معاقين، مرضى وغيرهم من فئات المجتمع. الكل يتدافع ويتزاحم حتى يوصل إلى شباك ما تتجاوز أبعاده 60 × 60 سنتيمتر. شو وقت بفصل الصيف بآب اللي العراقيين يسموه آب اللهاب، البصرة اللي معروفة بارتفاع درجات الحرارة. خلونا نشوف. تعرفون تبنون قصور فارهة، منتجعات كبيرة، جزر سياحية ما أكبرها تابعة إلى فئة معينة أو جهة أو متنفذ،
بس انه تغيرون الحال القديم والروتين القديم المعقد اللي كان يعمل به العراق في ثمانينيات القرن الماضي وتسوي لكم نظام حكومي جديد ارقام وسره وصاله والعالم وفد 5-6 من الموظفين قاعدين ويمشون هاي المراجعين كل من بسره وما تطول هاي العمليه كلها ساعتين ثلاثه بس الحال بالعراق هذا تشوفوا تدافع وسره وغيرها وغيرها معاناة المواطنين مو بس بالبصرة هنا أكو هواية معاناة بس مراجعي دائرة الضريبة بالبصرة يشكون تعطل أجهزة التبريد يعني مستشفى الرشاد خامطين التبريد بس ايش سووا الجماعة قال لك عمي وزير الصحة اجا وقال مستشفى الرشاد انكف ايد المدير العام مالتها مستشفى الحسين التعليمي خامطين التبريد وماكو تبريد وأهل المرضى يهفولهم اما المراجع يطب للدائره فالمراجع يلزم الفايل مالته هم انه يراجع وهم انه يحفي بي خلونا نشوف انا هسه مثل هاي وكيله المدير انا ضريبه دافعها 36 مليون والزم بسرة هنا حالي حال الوادم هاي زين صار لي من يوم 23 انا واليوم زين يوم 31 وين المحافظ وين مدير الهيئه عامه الضرائب وين رئيس الوزراء خلينا نشوف حال البصره هاي الحر هذا كل ما يشتغل عقوبه انه ما عرف لما تخلي مواطن يراجع من يوم 23 الشهر واحنا اليوم 1/8 او 2/8 وتخليه ينتظر بهذا السر الحار والتعب والروتين الممل لما دائرة الضريبة تأشر رقم مالي معين ضريبة على هذا المواطن تنتظره لو راح تقول له الدفعة هسه زين لما دا يدفع هاي الضرائب ودا يطي للدولة هاي الضرائب ودا يطي اللي عليه انتو كدولة اللي عليكم مش وقت تسووا نطلع من دائرة الضريبة بالبصرة ونروح إلى محافظة بابل هاي الصورة اللي تشوفوها أمامكم هنا هاي مو جوبة لا هاي دائرة الرعاية الاجتماعية مع الأسف هاي الدائرة اللي ترعى المواطنين اللي ما عنده عمل الكبير بالسن المعاق المريض هواية أمور لكن هنا الناس تركوهم متكدسين واحد فوق الأخ قدام شباك للجان الصحية بالمحافظة درجة حرارة مرتفعة ماكو قاعة تتسع لهذا العدد الكبير من المراجعين بالوقت اللي بي الموظف يعرقل معاملاتهم وما يسرع بيها خلونا نشوف السلام عليكم اخوان ماكو شيء بس نقول لكم هاي اللجان الطبيه اللي بابي شوف الجو الحار شوف العالم بتكدس على الرعايه الاجتماعيه هاي اللجان الطبيه في بابي يا اخي ما ادري ليش التكدس هذا عالم هاي هيك يعني في شمال بابل جنوب بابل خليها واحد اكبر المكان يكدس هذا الموظفين يقولون احنا اعدادنا قليله ايش بيدنا وحقهم يقول لك انا ايش بيدي يعني هاي الاعداد على 20 موظف شو تسوي 20 موظف شو يريد يصير يا اخي ما ادري ايش صار شمال بابل جنوب بابل وخذ العالم شيء يفك الزخم عن هذا الموضوع درجات حراره عاليه والممر اللي بين البنايتين مفتوح من هالجهه ومفتوح من ذيك الجهه والهواء اللاهف يضرب بالناس وحاطين لهم الشامبانكا وبيهن اثنين عاطلات اذا انتبهتوا بس الموظف اللي قاعد بمكتب باكثر من مكان تلقون صوت صندات التبريد موجوده فالموظف ما يصير يقعد بالحراره ليش؟ لانه هذا دافع فلوس الوظيفه ناطي رشوه حتى يحصل هاي الوظيفه بالمقابل لازم يطلع حقها فلازم يقعد مرتاح اما المواطن فغصبا ما عليه يدفع الضريبة ضريبة شنو؟ ضريبة الفساد اللي صار بهالبلد هذا واللي تشوفوه أمامكم نطلع من بابل ونروح للشمال نروح للموصل محافظة نينوى شاب مصلاوي مغترب جاي من فرنسا طب راجع دائرة البطاقة التموينية أو البطاقة الموحدة الوطنية وقال على مراجعة الدوائر الرسمية يقول مراجعة الدوائر بالموصل هي إهانة لكرامة الإنسان مع الأسف
لأنه دوائر الدولة تشهد زخم كبير، غياب التنظيم، فوضى للمعاملات الرقمية اللي ما تنتهي حتى الآن، رغم أنه البطاقة وطنية ويصدروها من الحاسبة وإلكترونية، لكن المراجع بعد يعاني من شبابيك الذل بحسب تعبيرهم. خلونا نسمع. عزيزي أنا جاي من فرنسا أطلع بطاقة موحدة، جاي هم زيارة وهم أطلع بطاقة موحدة. طبعا البطاقة الموحدة هاي اسكت وخليها، يعني كارثة، ما وصلت لك الحاسبة خمس ساعات ست ساعات تنتظر، كلش طبيعي يعني. جيت فدز لي كتاب قال لي القيد بي حك وشطب فلازم تجي هنا. يعني بالله عليك هل هي هذه المؤسسة؟ يعني أنا في وجهة نظري فوت بهيج مؤسسة وبهيج وضعية أعتقد هي أكبر إهانة لكرامة الإنسان. كرامة الإنسان ما أعتقد تنحفظ بأضوية على الطاقة الشمسية أو بترفك لايت جديد أو مجسرات جميلة يعبرون عليها الناس، ما أعتقد هي كرامة الإنسان. كرامة الإنسان هذه اللي قاعدين في هذه الطريقة بس بعد ساعتين ثلاثة الدنيا تصير حار، الناس كبار بالعمر. يعني والله للأسف هذا بلدنا، للأسف المفروض السيد المحافظ بنفسه يجي يشوف، بنفسه هو يجي يشوف هل هذه 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 مؤسسة يعني صالحة للمراجعة. هذا الشباك يرجعوك مرتين ثلاثة، زين أنت مرتين تلزم سرة، لو تفترض تخالف القانون وتضرب السرة. للأسف والله للأسف هذا بلدنا. يعني هم يعني هسه من أحكي طبعا التعليقات راح يقول لك إيه غش عندك، يعني هم يضطروك أنه ما تحن وترجع لبلدك. يعني كل بلدان العالم تفكر شلون تريح مواطنيها، لدرجة أنه وصلت بعض البلدان تقول لك وأنت بالبيت على الهاتف أو على الحاسب بقدم والمعاملة تجيك لحد يمك. لو أكو بعض البلدان قامت تسوي محاكم متنقلة، دوائر مصغرة للأحوال المدنية متنقلة، مشافي متنقلة بين الأحياء. ليش؟ يقول لك ما نريد المواطن يتعب. بس بالعراق كتابنا وكتابكم، وروح للقلم وارجع من القلم، وروح للذاتيه وارجع وللسريه، وارجع للديوان واطلع من الديوان وروح صدرها، وارجع ورا ما تصدرها روح صدقها، ورا ما تصدقها روح اخذ توقيع المدير العام، ورا المدير العام يهمش العفو مدير القسم، ورا مدير القسم يهمش المدير مالته، ورا المدير مالته مدير العام، حتى شو تسوي؟ حتى تروح تطلع بطاقه الكترونيه اللي هي كلها دقه كيبورد وانتر. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من فيسبوك يحيى الزاملي يقول المصيبة هاي العالم جاي تدفع فلوس للدولة وهي كذالينها. باسم الخفاجي يقول دائرة الضريبة دائرة فاسدة تتحكم بها الفاسدين، المعاقبين أصحاب العقارات والمحامين المعاقبين، وأكثر وأغلب موظفي الضريبة مرتشين رجال ونساء، والمعاملات تنجز بالبيوت، دولة فساد وابتزاز. طارق البدران يقول أكبر انتهاك لحق المواطن وإنسانيته، وأكبر علامة على الفشل الذريع لمدراء الدوائر في احترام الجمهور واحترام إنسانيتهم هو هذه الشبابيك البائسة. نتمنى من نقابة المحامين إحصاء هذه الدوائر والتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان لإقامة شكوى على الوزارات التي تنتمي لها هذه الدوائر. أما أياد يقول أدري صار سنين، ليش هاي الذلة؟ مواطن من يراجع على أي معاملة؟ عمي المحافظ روح يوم واحد اقعد بالضريبة ويوم بالمرور، اتصور يقصد ضريبة البصرة ومرور البصرة. اما الان عند اتصال من الانبار ام ليث، حياك الله يا ام ليث. ام ليث الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي امي. الو 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 اسمعك. السلام عليكم، بس اريد اوصل صوتي على مود العفو العام. انت على الهواء مباشره، تفضلي. استاذ كم مره يوعدونا بالعفو، يوم يقولون باكير من رمضان لسه ننتظر، يوم يقولون هذا الاسبوع وبدايه رمضان وبنص رمضان وبدايه العيد، واحنا كل هاي قاعدنا ننتظر، ويوم يوم نعبر به شلون ما كان، والله نصبر بماما شلون ما كان نصبر بها، بس على مود نريدها تفرح باخويا. وماكو لحد الآن كل شيء ماكو على العفو. نعم. والله وظلم، ظلم سجنته، والله مظلوم، والله ما عنده شيء. نعم. أخذوا شاب انحكم 15 سنة، شاب بحياته حتى ينحكم 15 سنة، يعني يطلع شايب كبير، والله لسه قاعد يعاني داخل السجن، يقول حتى خواتي حتى ما يطولون. نعم. يدز هو على درزن مي من برا، هو يلا يجيبوا لي
يتاخر يا الله يشرب من مي البوري، مي البوري وتندل انت بمي السجن شلونه مي وطيخ والله، وقاعد هسه يشكي من كلياته وحتى علاج الاطفال اللي فوتوا له. نعم. يقول قاعد اوصل منك على علاج ما يجيبوا لي، واحنا قاعد نريد نودي له علاج ما يقبضوا له. نعم. وحيل قاعد يشكي والله، ما قوة قاعد نصبر بيه، احنا نقول له ما يخالف بس الله العفو، وهذا قاعد نتامل على العفو يوميا، يقولون لنا الاسبوع وهذا الشهر وعيد الاضحى وعيد المفطر وماكو لحد الان ماكو شيء. نعم. احنا قاعد نتبع العفو، قاعد نروح على النواب. شكرا لك ام ليث. ام ليث رسالتها واضحه، انه هي تقول انه احنا انتظرنا وتعبنا وشقينا ونحاول ننتظر قانون العفو العام، قانون العفو العام اللي ما طلوا به هوايه حسب ما تقول، واللي ظلوا يوعدون به الناس، ولحد الان ما صدر اي شيء بحق هاي الناس خصوصا الابرياء. مع الاسف انه الناس بالعراق اليوم قامت تدور عفو عام للبري. احنا نعرف العفو العام للمصوج، للي مسوي جرم بسيط، لكن البريء هذا ما ندور لعفو عام. لو اكو قانون واكو قضاة واكو مجلس قضاء حقيقي، البريء ما يطب السجن. البريء اللي ما له علاقة بأي شغلة يقول له روح ارجع لبيتك. والعفو العام هواية دول بالعالم تسوي عفو عام بهواية مناسبات، أعياد، أعياد رسمية، أعياد دينية، تسوي عفو عام عن بعض الناس اللي مسويين صوج. لكن المشكلة بالعراق عندنا مئات الآلاف من الأبرياء الناس تدور لها عفو عام. عبد الرزاق من باب الحياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أسد، بالنسبة لموضوع هيك، موضوع الفساد هذا معروف. نعم. بس أنا الصراحة أريد أعرض عن خارج هذا الموضوع مالتك، الموضوع هو يهم كل العراقيين. أكو بيت الشعر، الشاعر الجواهر يقول أف لعيشة بين وغد ولقيط. نعم. أخي أستاذ أسد، اليوم الأرض العراقية تنباع من قبل الزناق وأولاد البغاء. الأرض، الإنسان اللي بيع أرضه بيع أرضه. اليوم أم قصر البناء العراقي يتعرض إلى سرقة من قبل الساسة اللي هم كلهم هم سرقة وبيع أملاك الشعب العراقي وأرض الشعب العراقي وشرف الشعب العراقي. نعم. فأنا صراحة أعزي كل عراقي شريف وكل عراقية شريفة، وأقول لهم لا مقام لكم بالعراق إلا اغتصبت وسرقت أم قصر. فأطالب كل عراقي غيور، أطالب كل من له يعني باع بالأجهزة الأمنية بالجيش العراقي السابق أن لا يسكتوا، لأنه اليوم يومه صراحة. نعم. هواي وقلنا تعدي، لكنه توصل الأمور اللي بيع ميناء قصر، لا، هذا حق الشعب العراقي. فأطلب من كل شعب ومن كل المواطن العراقي أن لا يسكت. نعم. وبنفس الوقت أقول لأخوتنا بالكويت، إحنا نريد نطفي النار يا أخوان. هذا الشيء ما راح يخلق سلام ولا راح يخلق أمن. خلونا الماضي اللي صار ننساه وما نذكره. أنتم بهذا العمل مالكم تتعرضون للأراضي العراقية، راح يعني تشعلون كل قلب عراقي وتخلون العداء مستمر. فاللي أرجوه من الساسة الكويتيين، من الشعب الكويتي، أن لا يقبل بهذا التصرف، لأنه راح يشعل نار العداوة إلى ما لا نهاية. فأرجو من كل عقلاء من الساسة الكويتيين أن لا يتعرضون لهذا، لأن هذا حق شعب يقبل، والشعب العراقي شعب ما يقبل على الظلم وما يقبل على المهانة. فهذه إهانة لكل مواطن عراقي إذا
تعرض بناهم القصر للسرقه. نعم. فاحنا نعرف الساسه اللي اليوم جاي يحكمون البلد هم ما هم العراق وهم خونه وعملاء ومرتزقه فيحاولون يبيعون ارض العراق اللي اطلبها من كل العراق شركه العيش. هذا ندائي للمخلصين في هذا البلد وتحياتي لك. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. ابو علي من الديوانيه حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي الكريم بخصوص القصر. نعم. احنا ولو العراقيين كل شيء ما قاعدين على القاع. بس ما يصير هاي الحكومة حتى الأرض تبيعها. نعم. يعني اكو مثل عندنا يقول شيل دوابك عن قاعي. يعني شلون تالية فعلا هاي يوزعون العراق توزيع هذا كل محافظ يشتغل بصفحة كل محافظ رئيس دولة واحدة. يعني هاي تعود ملكية للعراق يجون دولة مشايخ الصحار يجون ياخذون مقصد. نعم. انا ما يعني احنا كلنا مواطنين ضعفاء صح لا لا ما مستفادين من العراق. لان يعني النفط هم كل محافظ هو رب برتبة رب. يبيع ويشتري بكيفه. هذا لازم محافظ البصرة لازم يتحاكم باربعة ارهاب. يعني هذا خاين. يعني المواطن الفقير يطبقون القانون بيده عليه والمحافظ اللي يبوق واللي ينهب واللي يبيع ارض العراق لدول الجوار هذا ما يتحاكم هذا اربع ارهاب يازم هذا العيداني شنو المحافظين ذولا شنو ما يقول شنو المحافظين ترى يعني انا ما كنت صاير يعني يبيع تعال يبيع الشعب انت ليش غامض الشعب الله وكلك باكر يبيعون وصل 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 النفط والله باعوا هذا ما لنا عصبي هذا بس إلهم دول اللي نازل بيهم الآيات كلها هسه دول حتى الأرض تبيعونها وتماله يطلع يعيد السودان يعود هذا اللي يقول خير خوش آدمي يعيده تعال يبيع الشعب يبيع أرض الشعب لدول مشايخ الصحاري أهل الإبل يبيعهم قصر قصر يعقال الجنوب عقال كل العراقيين يطيها الدولة والله هذا العيدان أنا رئيس الدولة حكم لنا أربع أرهاب لان هذا خاين هذا. نعم نعم شكرا شكرا لك ابو علي. ابو علي والاستاذ عبد الرزاق تكلموا عن قضيه ام قصر مدينه الاباء اللي سطرت بطولات بال 2003 امام المحتل الامريكي البريطاني الغاشم واللي قامت وكل العراقيين يعرفون البطولات اللي صارت بام قصر. بعيدا عن ذلك الامر كله وعن اللي تعنيه هاي المدينه الى العراقيين من بطولات ومن ماثر هي المنفذ البحر العراقي الوحيد للبحر ما أعرف شلون فرطوا به. بعيداً عن هذا الأمر ماكو دولة بالعالم تبيع أرضها إلى دولة مجاورة. إذا هم كانوا يباوعون أنه في ثمانينيات القرن الماضي المملكة الأردنية الهاشمية والعراق صارت اتفاقية بيناتهم على قطعة أرض ترى صار تبادل وبعد هالخريطة بدل ما كانت عدله صار اكو مثل رقم 5 نطوا العراق جزء معين من ارضهم الى المملكه الاردنيه والاردن نطت نفس مساحه هاي الارض الى العراق يلا صارت هاي الاتفاقيه. لكن يجي محافظ يبيع مدينه عراقيه ويهدد الناس بالاخلاء ويطلع لنا وزير من الدوله المجاوره اقصد وزير كويتي ويقول نشكر محافظ البصرة أسعد العيداني لأنه راح يحل لنا هاي الأزمة ويا أم قصر هاي كارثة بكل معنى الكلمة. أيضا من مآسي العراقيين ومعاناتهم هي مسألة الكهرباء. المأساة اللي ما تنتهي بالعراق من 2003 لليوم لا تتزايد. منطقة الصالحية بقضاء شط العرب بمحافظة البصرة يشتكون أهالي هاي المنطقة من انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر ظل ارتفاع درجات حرارة فصل صيف لاهب وتساءلوا شو وقت تخلص معاناة العراقيين ويا قضية الكهرباء اللي صارت معضلة. خلونا نشوف. اليوم هو الأربعاء الموافق 2/8/2023 من منطقة الصالحية. منطقة الصالحية في قضاء شط العرب اخوان للما سامع بيها نسمعكم بيها منطقة منكوبة الماي بيها ضعيف جدا، التيار الكهربائي ضعيف جدا، لا خدمات، لا تبليط، اي بنى تحتيه ما بيها، صح لو مو صح؟ يعني راح هذا صوتي اريده يوصل الى وزير الكهرباء والى مسؤولي الكهرباء في محافظه البصره، شوفوا هذا العمود على الشارع العام،
نعم. خوش هسه الكهرباء جاي يشوفون واقع الكهرباء عندكم جدا رديء. رديء محولات نقص محولات محوله وحده. نعم. واسال المنطقه وعلما اغلبكم عندكم وصولات جبايه. عندنا وصولات، كل ما نطالب دائره الكهرباء يقول لك جيب وصولات، كل احنا عندنا وصولات. احنا نعم. ساكنين شط العرب القدامى. نعم. ترى اخوان هذا الكلام عفوي من المواطن، لا تسقيط لدائره ولا لموظف، بالعكس موظفي الكهرباء ناس جاي يتعبون، ما عندنا مشكله. ولكن اخوان اليوم نريد حلول. اليوم اليوم شوفوا هاي مجموعه الاسلاك والضفاير اللي على العمود، يعني ما تعرف، نريد حل لمشكله الكهرباء في منطقه الصالحيه، منطقه منكوبه اخوان، يعني ما يشتغل سبلت عد الناس، ثلاجه ما تشتغل، صح ولا صح؟ استاذ العراق مشهور بشغلتين، بضفاير الكهرباء وبالبوق. اما نطلع الى محافظه القادسيه وتحديدا مدينه الديوانيه اللي هي مركز المحافظه، هناك عندنا تظاهرات الطالب بتحسين واقع الكهرباء في البلد اليوم هو بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر اللي عندهم. اهالي الحي العسكري طالبوا بوضع حل نهائي لمساله الكهرباء وارجاع التيار الكهربائي الى مناطقهم. خلونا نشوف. على مود الكهرباء هاي المواطن من جمعه وحسون شارع هاي تجمع مولاي شارع عقيل هنا في شارع 60 هاي الناشين ذا الاسامي من جمع الناس. هذا اللي تشوفوه امامكم هو واحدة من مشاكل العراقيين ويا الكهرباء. مشاكلهم ما تنتهي هنا، مشاكلهم هواية. وبالديوانية هم يعني عندنا فيديوهات جديدة لإغلاق شوارع المدينة بسبب تردي الكهرباء، وهددوا المتظاهرين أن هم راح يصعدون إذا ما رجع لهم التيار. خلونا نشوف سويها. مو بس الديوانية والبصرة تعاني من الكهرباء، لا، هواية من مدن العراق تعاني من الكهرباء وقضية الكهرباء من شماله إلى جنوبه. هاي مو أول مشكلة تصير للكهرباء. المهم الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من فيسبوك علي أحمد يقول هم ذول الحكام تبع لإيران ما تصير كل شارة الله أكبر على الحكومة الله يلعنهم. محمد رائد يقول هاي بعد محكومين بكهرباء لازم من إيران وما نستثمر الغاز ومشكلة بالصيف يعذبون بينا. أبو محمد الجبور يقول كهرباء صفر في الديوانية والأجهزة لا تعمل مثل السبلت بسبب انخفاض الفولتية. أما أفكار الموسوي تقول مو مهم الكهرباء، حكومتنا تهتم بمساعدة الدول مو مهم الشعب. هي أتصور تقصد المادة اللي ذكروها في الميزانية اللي هي مساعدة دول مثل الصومال وتخصيص مبلغ مالي إلى دول أخرى، أما الشعب فما يحتاج. طبعا خاف عبالكم بزن المشاكل. العراق الحمد لله والشكر بين فترة وفترة دا يصير عنده تذكير وتجديد بأزماته اللي مرت به. يعني أزمة الوقود مو جديدة، والكل يتذكر أيام الزوجي والفردي، الكل يتذكر السراوات اللي كنا نلزمها أمام محطات تعبئة البنزين بالعراق بعد الاحتلال الأمريكي الغاشم وغيرها. ومن هاي الأيام اللي مرت على العراقيين مثل اليوم الأسود، هسه أكو أزمة حادة للوقود، خصوصا مادة وقود البنزين بمحافظة ديالة. والتجهيز شلون يصير؟ يصير بس بالمحطات الحكومية. حلو الحكومة تفكر بنفسها، بس المهم هذا الشيء شنو سوى؟ سوى طوابير للسيارات، وصلت هاي السراوات إلى مسافات طويلة، واللي يريد يشوف الوضع بديالة هياته.
هاي إذا العراق بلد نفطي وهيك حالة، لا عاد إذا كان العراق مو نفطي شنو يكون حاله؟ هم نبقى بدياله ونروح إلى قضاء الخالص. مواطن هناك يشتكي من أزمة الوقود، لأن العراق بأزمة وهي أزمة كهرباء، والعراقيين معتمدين على الوقود بتشغيل مولداتهم. يعني إذا ماكو وقود ماكو مولد، ويعني ماكو كهرباء، وإحنا بالصيف. يا سلام، لا فوق هذا كله هاي الدولة كلها تعرف أنه درجات حرارة ليش قد توصل، وتقول لهم ماكو تفويل إلا من محطات التعبئة الحكومية. يروحون يتفاجئون العراقيين بشنو؟ أنه هاي البنزين خانات تسمح لعجلات معينة أن تتزود بالوقود وتترك المواطنين يعانون من سراوات طويلة. خلونا نسمع. هاي المحطة مال الخالص، أتمنى من المسؤولين المحافظ إذا أكو إنسان خير وشريف، النواب إذا أكو واحد بيهم شريف، خلي يشوف حال الأهل الخالص. هاي المحطة متهالكة، وهاي يجي أبو الواسطة يجيك ياخذ على الحاضر، اللي ما عنده أحد هاي وضعيته. هاي شوف هاي الوضعية على مشروع قلبها الساعة بثلاثين الظهر، وهاي الوضع مالتها. هسه المفروض المواطن يقول الخالص البنزين بيها خالص. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وقالت، من فيسبوك أبو أمجد الخزرجي يقول هذه المحطة صار لها 10 أيام ما بيها غاز، وين راح الغاز؟ اتبخر بالشمس. عبد الوهاب الشريفي، هي أم قصر مباعد ظلت على البنزين، عم العراق مبيوع تفصيخ. محمد التميمي يقول مهزلة تروح تجيب للمولد بالدبة بنزين، لازم تنتظر سراك ساعة يلا يوصلك السرة، عاد تحصل لو لا ما حد يدري. براء نوفل السعدي، محطة تعبانة هزيلة، زخم كل الفلوس ما حد يطورها، رغم كل الفلوس ما حد يطورها. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. مع الأسف العراق بعد عام 2003 قمنا نشوف به العجائب. هاشتاغ حق موسى هو وسم تصدر ترند العراق والوطن العربي ورا ما أقدمت امرأة على قتل ابن زوجها البالغ من العمر 9 سنوات، طفل في عمر الزهور، يعنف يضرب ويجبر بعد هذا الأمر على تناول كيلوغرام كامل من الملح وانتقل إلى جوار ربه. ومن أيامه بعد الوسم متصدر منصة تويتر، وشاركوا عليه شخصيات مشهورة، فنانين عرب وعراقيين، وطالبوا بإنزال أشد العقوبة بحق الجانية ومعاقبة أبي أيضاً اللي كان يشاهد آثار التعذيب باستمرار بدون أي تدخل. موسى الطفل الله يرحمه أمامكم الآن، يذكر أنه هذا الطفل راح إلى الشرطة المجتمعية بوقت سابق، وظهر بفيديو هو يشتكي للشرطة تعنيف مرت أبوه. لكن المصيبة والطامة الكبرى أنه الشرطة المجتمعية رجعته للمنزل قبل أيام من وفاته حتى يتعنف من جديد وحتى ينضرب من جديد من زوجة أبوه على إيد زوجة أبوه. طفل موسى أمامكم، بعض آثار الضرب باينة عليه. هذا الطفل اللي قضت على حياته زوجة أبوه اللي من المفترض أن تعوضه مكان أمه. لكن السؤال، طفل بعمر 9 سنوات، شنو الذنب اللي اقترفه حتى يتحاسب؟ الناس لما سمعت بقضية موسى غردت على منصات التواصل الاجتماعي وعلى منصة تويتر أيضا. المحامي محمد جمعة غرد يقول، دعوني أعلن لكم ما سيحصل، نحن جميعا بعد يومين سننسى حق موسى، وننسى جميعا أن موسى ضحية قوانين لا تحميه، ونلتقيكم بفاجعة أخرى. ريام تقول، كم عدد الأرواح البريئة راح نفقدها قبل أن نضع حدا لهذه الجرائم؟ كل شخص يقف في طريق إقرار قوانين العنف الأسري هو شريك في هذه الجرائم، هاشتاغ حق موسى. أما عبد الله العزاوي يقول، الأحزاب السياسية الإسلامية شريكة بكل جريمة عنف أسري، هاشتاغ حق موسى. إيمان إلهام تقول،
شرطة وقوانين وبلد بأكمله يعجز عن حماية طفل هو شريك ومحرض على ارتكاب هذه الجرائم واستمرارها. هاشتاغ حق موسى. موسى الطفل الذي يبلغ من العمر 9 سنوات مقتل على يد زوجة أبيه، جريمة بكل معنى الكلمة، جريمة متكاملة الأركان، جريمة يندى لها الجبين، جريمة بحق طفل، طفل واللي نسميه بالعراقي بلهجتنا الدارجة جاهل، والجاهل يقولون ما علي عتب، لكن اللي صار انه علي عتب. موسى اللي شافه بحياته ما يستحق طفل يشوفه، وحتى موسى هو ما يستحق يشوفه، لكن مع الأسف عندنا قوانين بالعراق، عندنا قوانين تسري على جاهل جوعان باقي له خبزة، أو على طفل يبيع مي بالإشارة حتى يعيش، أو على واحد باق باكيت كلينس ما أدري شنو، بس اللي يبيعهم قصر هذا هو الوطني، واللي يحرق الغاز هذا هو الوطني، واللي يوقف المعامل هذا هو الوطني، واللي يترك ذولا هذا هو الوطني. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، شخص يقول القائد الجعفري هو السبب، السجون في العراق تكدست بالناس الأبرياء، أقترح عليكم أن تعملوا تطبيق خاص بكم للتواصل الاجتماعي، فكروا في هذا الموضوع إن شاء الله. السلام عليكم، هي أرض العراق، منو يقول للعراقيين وتطلع مبيوعة مثل بيعة حافظ الأسد للجولان؟ يا عراقيين اصحوا، إذا خصت فلوس العراق وبقت الحكومة وفلوس ماكو، ستقوم أحزابها ببيع أراضيكم اللي أنتم ساكنين عليها، ويجي الغريب ويطرد بكم. مشاهدينا الكرام، حلقة صوتكم لهذا المساء انتهت، نلتقيكم إن شاء الله على خير في حلقة ثانية من برنامج صوتكم باكر. في أمان.